يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نذر نذرا ولا يستطيع الوفاء به. نعم. رجل نذر نذرا ولا يستطيع الوفاء به، فهل ينتقل مباشرة إلى الكفارة؟ لا، ينتقل إلى الكفارة. لابد من النذر، إذا كان نذر طاعة فلا بد منه، إذا من نذر أن يطيع الله فليطعه، فلا بد من الوفاء مع القدرة. أما إذا كان لا يقدر وأجله إلى وقت آخر، وهو محدد بوقت ولكن ما يقدر وأجله إلى وقت آخر، فإنه يقضيه قضاء ويكفر عن يمينه، يكفر مع قضائه، يكفر. نعم.